مرحبا مشتركين الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بخير وأن لا تصنعوا المقالب في بعضكم حتى لا يظهر الشبشب الطائر. ولا تنسى أن من يضغط زر الإعجاب قبل الفيديو سيكون من المتابعين الجيدين، لذلك لا تنسى أن تضغط زر الإعجاب وأبلغنا ذلك بالأسفل في خانة التعليقات، واشترك بالقناة وفعل جرس الإشعارات بكل تأكيد. 7 أشياء مختلفة من بلد لآخر. رقم 7، لمس الرأس. هل تعلم أنه في تايلاندا وكمبوديا وبلاد بوذية أخرى تعتبر الرأس عضوا مقدسا في الجسد؟ لذلك لا تلمس رأس شخص آخر أو تضع يدك من فوق لأنها مكان الروح. إن البوذيين الذين على قيد الحياة هم الوحيدون المسموح لهم بلمس رأس شخص آخر. رقم 6، طلب المملحة. يبدو من الطبيعي في أي بلد طلب الملح في الطعام لأننا لدينا أذواق مختلفة، ولكن في البرتغال لديهم عادة غريبة حيث لا يمكن طلب المملحة، وإذا فعلت سيشعر الناس أن الأكل لا يعجبك، لذلك احترس من ذلك لتستمتع بإجازة من دون إزعاج. رقم 5، الدفع قبل الأكل. بالطبع أنت معتاد عند ذهابك إلى المطعم أن تدفع بعد الأكل، ولكن إن كنت تعلم فإنه في اليابان توجد عادة غريبة، عليك أن تدفع أولاً وبعدها تأكل. أعتقد أنه شيء غريب ليس موجوداً إلا هنا، وإذا كنت تعرف بعض المطاعم التي ادفع ثم تأكل اكتبها بالأسفل في خانة التعليقات. رقم 4، الوصول متأخراً. بينما هو معتاد في دول أمريكا اللاتينية أن تصل متأخراً، ذلك مخجل جداً ويدل على قلة الاحترام، فإنه في إيطاليا الوصول متأخر هو شيء طبيعي ويتم رؤيته في كل الأيام، لذلك ليس عليك أن تستعجل. بالطبع ذلك ليس معناه أن تصل متأخرا جدا، وأعتقد أن بعضكم يود العيش هناك، وبكل صراحة أنا منهم. رقم 3، قول نعم أو لا. في معظم الدول حتى لا نعمم، فإن قول لا يعني تحريك الرأس من اليسار إلى اليمين عدة مرات، وقول نعم هو النظر لأسفل عدة مرات. حسناً، إن كنت لا تعلم فإنه في الهند يحدث العكس تماماً، لأنه تحريك الرأس من اليسار إلى اليمين يعني نعم، وإذا حركت الرأس من فوق إلى أسفل مرات متتالية ذلك يعني لا. أعتقد أنه شيء غريب، أليس كذلك؟ رقم 2، الاستحمام بنفس المياه. في معظم البيوت يفرغ الشخص المياه بعد الانتهاء من الاستحمام حتى يقوم الشخص الآخر بالاستحمام، لكن إن كنت لا تعرف في اليابان يقوم الأشخاص بالاستحمام بنفس المياه، ولكن قبل دخول الجاكوزي إجباري أن تستحم. أعتقد أن ذلك شيء غريب، أليس كذلك؟ وأخيرا رقم 1، الثيرموميتر. من الطبيعي عندما يريد الشخص أن يقيس درجة الحرارة أن يستخدم ترميتر. الشيء الأكثر شيوعا هو وضعه تحت الإبط أو في الفم، ولكن في الولايات المتحدة تغير ذلك حيث لا يحدث ذلك، بل يستخدمه الصغار والشباب في العضو المستقيم. نعم، في الولايات المتحدة يستخدمونه في العضو المستقيم. والآن يا صديقي قم بالتعليق أيا من تلك الأشياء أدهشك أكثر. لا تنسى الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. نراكم في الفيديو القادم.